وانا عملت لها حاجه؟ وبعدين يا مدام فريال انا في حمص يا علي. حمص يا علي؟ اه لا ده انت غلبانه بجد. طب قومي بقى يا حلوه هات لنا كوبايتين شاي عشان نكمل القعده دي. من عينيا الاثنين. اللي جابك يا ليلى؟ بقول لك ايه؟ انا استحملت حاجات كتير قوي النهارده، لو جايه تشيلي لي هم جديد يبقى بلاش. هو للاسف كده. انا جايبه لك خبر مش كويس يا جميل. نيابه متهمك انك انت اللي قتلت السفير بهجت سالي. انت لسه قاعد؟ قلت لك ده اخر يوم ليك هنا، اطلع بره. انت لسه ليك قاعد تتكلمي؟ انت فاكر انك هتقدر تكسر عيني؟ انت ولا تقدر. انا اتجوزتك بمزاجي وانت ولا حاجه. هتفتكر نفسك كبرت وبقالك قيمه، هفوقك على فضيحه تعرفك اصلك وانت كويس. انت تعرفيني اصله مامي؟ الفجر ده جايبها منين؟ ده ليه خيانتك لسه عندي؟ لو رحت قدمته للنيابة هحبسك. لو راجل روح يا علي، اعملها، روح للنيابة، خلي الجرايد والدنيا كلها تعرف الراجل الظابط الدكر مراته عملت فيه كده ليه؟ أنا اللي هعرفك قيمتك دلوقتي. الحقني يا بابي. في إيه يا منى؟ مالك؟ في إيه؟ تعالى شوف، تعالى شوف الواطي اللي معيشينه في بيتنا عايز يضربني. سعادة الباشا مفيش أي حاجة صدقني. أمال إيه اللي منى بتقوله ده؟ أنا هفهم سعادتك كل حاجة دلوقتي. فهمني إيه؟ فهمني إيه؟ ده لا يمكن يقعد في البيت ده ولا ثانية واحدة. بعد إذن سعادتك أنا همشي دلوقتي وحاجي بكرة أشرح لسعادتك كل حاجة. بعد إذن سعادتك. إيه ده؟ إيه يا منى في إيه؟ إيه اللي بيحصل ده يا بيه؟ أنا هشرح لك يا بابي. طب إهدى إهدى بليز عشان خاطرك، هشرح لك بعدين، تعالى ارتاح. ده باباك؟ ده مرجع الله يرحمه. الله يرحمه. اتفضلي اقعدي. الله يرحمه كان بيصلي هنا، كان يمسك المصحف يقرا القران مكانك على الكنبه دي. ساعة العصاري بقى ما كانش يحلله شرب القهوه غير في البلكونه دي. يقعد يرغي مع الجيران ويحكي عني وهو فخور بيا قوي. هما كانوا بيصدقوه. كان نفسي تشوفيه وتقعدي معاه. كان هيحكي لك عني اللي انا نفسي ما اعرفوش. ده بقى ست البيت اللي اتولدت فيه. اتربيت هنا وعشت حياتي كلها هنا. كل اللي حكيتهولك عني دلوقتي ده انا بجد، مش حد تاني. يعني عارف اللي قبل كده ما كانش بجد. وجيت لك لحد بيتك واعتذرت لك. بعد ما قلتيه خلاص ما ينفعش اقعد هنا. بس الاتهام لسه ما اعلنش. ده لحد دلوقتي بس. بكره مصر كلها تعرف الفضيحه.
خساره. جيتي متاخر يا ليلى. زين لسه مبلغ، قلت لازم تعرف. لازم اعرف ولازم اعرف ليه؟ ما عملتيش لي زي المره اللي فاتت، ما خدتيش الخبر وقعدتي تتكلمي عني ليه؟ مع اني جيت لك قلت لك مش انا بريء، وانت برضه ما سمعتيش كلامي. مش فاهم الدنيا بتعمل معايا كده ليه؟ ليه الدنيا مستكتره عيش يومين حلوين على بعض؟ ليه محكوم عليا افضل عايش تحت الارض طول عمري؟ غلطت؟ ايوه يا ست غلطت، بس رجعت. انتوا بتحاسبوني على ايه؟ بتحاسبوني بالشبه كده وخلاص؟ انا مش بحاسبك يا جميل، انا عارفه المره دي انك مظلوم، والمره اللي فاتت كمان كنت مظلوم. الست ما ادتنيش فرصه اشرح لك الموقف. يا ليلى انا ما كانش يهمني في الدنيا دي حد يعرف براءتي غير انت وابويا وسليم. ابنك سليم خساره، مش انا كنت هتحبيه قوي لو شفتيه. انا اسف اول مره تجيلي البيت ما قلتلكيش تشربي ايه. ليمون انا فاكر انت بتحب الليمون. ملوش لزوم، انا لازم امشي. تمشي تروح فين احنا لسه متكلمناش. انا مش جايه اتكلم. امال جايه ليه؟ انا جايه انبهك. تنبهيني؟ والمفروض اني اصدق مش كده يا جميل؟ يا ليلى اللي بينبه حد وبيحبه ومهتم بامره بيبان في عينيه، وانا مش شايف ده في عينيك خالص. لو ما صدقتنيش هتبقى في خطر. وايه الجديد؟ ما انا طول عمري عايش في خطر. بس المره دي انا شفتهم بعناية. شفتي مين؟ ابو العزم وكان معاه حد. ابو العزم؟ هو انت تعرفيه؟ عارفه من صوته. طب قولي لي هما شافوكي؟ ربنا ستر وقدرت اهرب في اخر لحظه. ده كده معناه ان انت في خطر يا ليلى. بس انت في خطر اكبر مني. خايف عليا؟ يعني انت جيتيلي عشان شفتي ان انا بريء بعينيكي. كنت فاكر اللي بيحب حد مش لازم يشوف براءته بعينيه طالما يقدر يشوفها بقلبه. طب قولي مسافر فين؟ معرفش، انا معرفش حاجه في حياتي ما جاتش على دي يعني. يبقى بلاش تسافر، خليك هنا لوحدي. لو قلتي انت هتفضلي معايا هقعد مش هسافر. ما اقدرش اوعدك بحاجه ما اقدرش عليها. انت بتهربي من ايه؟ ما ينفعش يا جميل. لا ينفع يا ليلى، قوليها، قولي انك زعلان على اللي حصل، قولي اللي احنا ممكن نرجع كل اللي فاتنا، قولي وانا هصدقك. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ حتى بعد ما عرفتي ان انا بريء؟ من ايه؟ انت نفسك بتقول انك غلطت كتير، وعمر ما براءة واحدة بتمسح كل ذنوبنا. وصيني على بيت هو.